السلام عليكم اخواتي اخواتاتي، نتمنى ان شاء الله تكون في احسن الاحوال. اليوم في هذا الفيديو قررنا نشارك معكم تجربه ديال جدرنا في هذا الروتين، يعني شنو التفاصيل ديال اليوم اللي قضيناهم، اغراض اللي درناهم في هذا اليوم. فالحمد لله مشينا، اولا قبل كل شيء وصلنا واحد الدوكيمون من ماليزيا فيه العقد ديال الزواج ديالنا، ديال الزواج المختلط. بالمناسبه غير بغيت نقول لكم كيفاش تم هذا العقد الزواج. ديك المره تكلمت لكم على العرس اللي في داس ماليزيا، هذه المره غادي نتكلم لكم على تفاصيل ديال متعقد الزواج المختلط. المهم ماليزيا بالنسبه للمسلمين الزواج المختلط كيتم في المسجد، كيدار في المسجد، بخلاف الهنود والصينيين هادو كيديروا في الكنيسه، كاين اللي كيديروا في الكنيسه، كاين اللي كيديروا في المعبد ديالهم. المهم كوني مسلم مغربي مزوج باجنبيه مسلمه، الزواج تم في طقوس دينيه، يعني دار في المسجد، والمسجد هو مؤسسه ماشي جامع. حنا دابا كاين الناس كيوقع لهم خلط، هنا كاين اللي كيسحبوا دابا الجامع غير داروا الفاتحه وصافي. هما عندهم المسجد بحال وزاره الاوقاف ومؤسسه ديال الزواج، يعني فين كيتزوجوا الناس وفين كيدار فيه الاوقاف. فالحمد لله تمت مراسم الزواج في المسجد، درناه في حضر الامام، هو العدول، هو امام وعدول في الاداره ديال المسجد، هو تابع للدوله الماليزيه. بالمناسبه ماليزيا هي مملكه، تابع المملكه الماليزيه، يعني ماشي مؤسسة خاصة. المسجد عندهم مؤسسة تحت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ديالهم. ف درنا احنا خلينا ختم تما، كان مصادق عليه من طرف وزارة ديال الأوقاف، يعني تابع المؤسسة ديال الزواج وتابع وطرف المحكمة الماليزية ديالهم. الخط اللي كيوقع هنا ملي كتجي هنا المغرب كيقول لك اودي هاد الزواج ديال الجامع، كتقول لهم اودي راه هاد الجوامع راه مؤسسه، فيه مؤسسه ديال الزواج فين كيتزوجوا المسلمين. كيقول لك شي واحد كيقول لك اودي علاش ما تزوجوش في قضيه ديال الزواج المدني، ولكن الزواج المدني كيتم كيختلف على الزواج الاسلامي. هما عندهم الزواج الاسلامي، المسلم تزوج زواج اسلامي معترف به يعني في القانون الماليزي. يعني هنا كيجي كيقول لك الدير انتما درتوا الفاتحه، ومع العلم ان 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 الختم مصادق عليه. وهادشي اللي وقع لينا حنا، لقينا صعوبه في اقناع السلطات هنا المختصين بهادشي ديال الزواج المختلط. كيقول لك سير اودي جيب لنا شي وثيقه باش نعرفوا هذا الزواج هذا تم على طريقه الزواج المدني. هما الزواج اللي في الجامع بحال عندهم شي حاجه اللي رغم انه كاين خاتم، رغم كاين تفاصيل. فالحمد لله، يعني احنا مازال متفائلين، ومازال باقي ما الموافقه ما جاتش، لان المدام عندي بغات تدفع باش دير اقامه، يعني كارت سيجور. كارت سيجور كتكلف، خاص يكون عندي دير الزواج، يعني كوني انا مغربي مزوج باجنبيه خاص يدار عند العدول ويدار بالصيغه ديال العدول، وتحت يعني الدليل ديال انه في واحد المؤتمر نقدي وفي الشهود. اصلا الشهود انا درتهم في السفاره، يعني جاو عندي في السفاره المغربيه، يعني الزواج يعني عقد الزواج عندنا معترف به بالسفاره المغربيه اللي في ماليزيا، ومعترف به حتى في وزاره الخارجيه في ماليزيا، كذلك مصادق عليه في وزاره الخارجيه اللي في الرباط، يعني والشؤون يعني والتعاون الدولي، يعني ما فيش حتى شي نقص ولا بقات غير هذه المرحله. كان تفائلوا خير، لا وعسى ان شاء الله يتم القبول، وان شاء الله يعني ينفذ الحكم ب يعني يعترفوا بهذا الزواج هذا، وما يكونش حتى شي شروط تعجيزيه ان شاء الله. فالحمد لله جينا الصباح دفعنا، لقينا هذاك العدول، لقينا واحد السيده الحمد لله استقبلتنا واحد الاستقبال،
تفهمات الدوسي ديالنا سولاتني ثلاثه الحوايج، قالت لي واش عندك واش زواج درتي في عندك المهر فيه، يعني كان فيه نقدا، هي كان فيه نقدا في الشهود، قلت لها في الشهود معترف به من السفاره المغربيه ومصادق عليه من جميع الجهات. وسولاتني بصرا فرق، قالت لي واش وزاره الخارجيه فيه مصادق عليه، شافت هذاك الشيء يعني. قالت لي المهم ان شاء الله غيكون خير، غادي نتصل بك الوقيته ان شاء الله اللي يتم الحكم، ونقول لك شنو الخطوه الجايه، شنو الوثائق اللي غتجمع ان شاء الله. المهم هكذا نتفائلوا خيرا، انا كيقول لك تفائلوا بالخير تجدوه، حنا نتفائلوا بالخير والرحيم الله ان شاء الله. المهم اخوتي اخواتاتي، الحمد لله كانت خرجه ممتعه اليوم، خرجنا للبنيه وقلنا نبدل الجو، نخرج من الجو ديال الدار. الحمد لله قضينا الغراض، مشينا تغدينا، مشينا المطعم، نتوما مولي الخير، كلينا ما قسم الله. غادي نبارطاجي معكم حتى شكلينا لقطات هو الشر من دموات وهاب ايتن. الحمد لله يعني مشينا بلاص الحمام، كانت واحد الاجواء جميله في الصباح، واحد الجو ما شاء الله روعه. كنا باركين في الشارع وجات عندنا واحد المتتبعه كيما انت جات عليا، جات عندنا واحد المتتبعه وقالت لي هادي واقيله عاليه، وهادي بات لي عاليه، لورني الود عليك. قلت لها هي هادي لورني الود عليها كذا، كي دايرين بخير الحمد لله. كتفرح ملي كتشوف الناس كيتلاقوا معك في الشارع كيحيوك، يعني الحمد لله، يعني كتلقى المعجبين في اي مكان كيشجعونا وكيبان الله يوفقكم ومسيره موفقه، هادشي كيشرف يعني. واقفين بجنبك ومدعمينك، والصراحه الانسان كيكون في واحد اللحظات كيحتاج هذاك الدوبامين، يعني كيحتاج هذاك التحفيز. يعني بلا بكم اكيد ديما كنقول بلا بكم راه ما نقدروش نزيدو، حنا راه باش زيدنا الوقود ديالنا هما التحفيزات ديالنا، داك الشيء اللي كان ديما كنقول للعائله، كنقول لهم مال الدار، وكنشكركم بزاف، كنشكركم على ديما الكلام الطيب، التفاعل ديالكم، والله يوفقكم انتم كذلك. اللي عنده شي غرض الله يقضي عليه، اللي عنده شي مساله بغى تقضي عليه الله يوفقه، واللي عنده شي استشاره قضيه الزواج المختلف، كنهضر على الزواج بالطريقه الاسلاميه. غير بالمناسبه كنا مشينا عند النوطير الصباح وقال لي بالنسبه للناس اللي مغاربه خاصهم يمشوا عند العدول، اللي بغى يدير مثلا ثبوت الزوجيه كيمشي خاصو يمشي عند العدول باش يشوف ليه شنو يدير لي الصيغه ديالو، الصيغه ديال الزواج المختلف. اما بالنسبه للناس اللي اجانب بجوج، اجنبي مع اجنبيه، هادو كيتعاملوا مع النوطير. وكان توضيح الله يجازيها بخير، واحد الاخت هي ما قصراتش دارت لي في جهده وجهات واحد التوجيه، والحمد لله كان محفز، ونتمنى نحفزوا بعضياتنا اكيد. هيا قول